make her smile. Maybe I can make it right. Said I'm close to baby, we can talk about it. No need to be mad, hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I'm afraid sometimes, I know I get drunk sometimes, I know I get way too high, I just wanna live it up with you. I know that it might be tense, I know when you've had enough, it's just how I show my love. Yeah, you could I live it up with you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. إخواني قبل أن أخوض في كل هذه التفاصيل سوف أشرح لكم لماذا وضعت التريلر الخاص بهذه اللعبة في بداية الفيديو وقبل الانترو. إخواني حتى أشرح لكم ميزة جديدة فعليا تم إضافتها في لعبة كال أوف ديوتي، لكن هل سوف تنزل يعني مباشرة بعد البيتا الثانية الخاص بهذه اللعبة؟ لأنه تم الإعلان عنه رسميا سوف يكون بنسخة إنجليزية وأيضا لكلا من نظام الأندرويد والآيفون أيضا إخواني، حتى بالنسبة لأجهزة الآيفون، لأنه في السابق لم تكن هناك تجربة تخص أجهزة الآيفون. وسوف أشرح لكم حتى تفاصيل التسجيل المسبق الخاص بهذه اللعبة، يعني حتى بدون أن تتطرق إلى المتاجر، بل سوف تتسجل مباشرة في الموقع الرسمي إن أردت ذلك، وخاصة لأجهزة الآيفون. المهم إخواني كما تشاهدون معي كان هذا أول تريلر رسمي يخص لعبة كال أوف ديوتي، ولما كانت أيضا حتى بالنسخة الصينية في نسخة البيتا، لأنه نسخة الألفا كانت على المتجر الإنجليزي وكان يخص متجر جوجل بلاي، وبالنسبة للآيفون لم تكن متوفرة نسخة الألفا. الحين إخواني ورسميا اليوم تم طرح التريلر الثاني الخاص بالنسخة الإنجليزية والتي سوف تكون لكلا النظامين الأندرويد والآيفون، وهذه هي النسخة إخواني. ولكن شاهدوا وتدققوا معي الشيء الجديد في هذه النسخة والذي سوف أشرحه لكم طبعا، وهو إخواني طور الباتل رويال رسميا سوف يكون، وهذه هي الدلالات مور تو كوم. شاهدوا معي هذه الطائرات تدل رسميا على طور، شاهدوا معي جيدا يعني أعدت الصورة على طور الباتل رويال إخواني، وهذا هو يعني الطور المنتظر بشكل كبير جدا. شاهدوا يعني بالعرض البطيء وهو موجود في تريلر الرسمي الخاص بلعبة كال أوف ديوتي موبايل. رسميا إخواني سوف يكون، ولكن لست أدري هل سيكون في البيتا أم في النسخة الرسمية، لأنه الحين هي بيتا ثانية. وهذا هو الموقع الرسمي، سوف أجعل لكم رابطه في وصف هذا الفيديو يعني للتسجيل المسبق، خاصة إخواني لأجهزة الآيفون أنصحكم بالتسجيل يعني مباشرة في الموقع، يعني لأنه الحين على متجر أب ستور غير متوفرة، لكن تسجل في الموقع الحين هي على بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أجهزة الأندرويد يمكنكم التسجيل مباشرة بالضغط على أيقونة بلاي ستور أو جوجل بلاي وسوف يدخل معكم مباشرة، ويعني أعلق أعطي نجمات قدر المستطاع إخواني لأنها لعبة رهيبة جدا، والكل سوف يعني تمسينا في كل الألعاب الموجودة. يعني أنا لعبتها لما كانت بنسخة ألفا وبنسخة بيتا، وصراحة تستمتع بشكل كبير جدا إخواني، فأنصحكم بالتسجيل المسبق بالنسبة لأجهزة الأندرويد. كما أخبرتكم بالنسبة لأجهزة الآيفون إخواني سوف تتحصلون على اللعبة فعليا ورسميا أيضا إخواني، وكما تشاهدون حتى أيقونة متجر أب ستور موجودة في الموقع الرسمي الخاص باللعبة. لكن أنصحكم بأن تذهبوا إلى تلك ذاك المستطيل الأصفر كما تشاهدون معي في الأعلى، قوموا بالنقر عليه يعني وأدخلوا معلوماتكم الخاصة التي تخص حسابك الإلكتروني الرقم السري وما إلى ذلك، يعني معلومات روتينية حتى تحصل على رابط اللعبة فور النزول. وأكيد وحتى أنه لما تقوم بالتسجيل في الموقع يمكنك أن تحصل أيضا ميزة هدايا،
هذا هو الشيء المذكور في الموقع أيضا إخواني. وكما أخبرتكم بالنسبة لأجهزة الآيفون يعني حتى تتحصلون على رابط اللعبة فورا النزول مباشرة، يعني لأنه أنا شخصيا سوف أشارك معكم فيديو فور الطرح الرسمي الذي يخص اللعبة سواء للأندرويد يعني فور النزول أو أجهزة الآيفون أيضا إخواني، لأنه العديد من الأشخاص كان يذكر لي كيف أحمل اللعبة لأجهزة لجهازي الآيفون، فلا تقلقوا إخواني سوف أشارك معكم كل التفاصيل وكل جديد بإذن الله. لكن تأكدوا طور البطل رويال موجود فعليا ورسميا وسوف يكون بإذن الله في لعبة كال أوف ديوتي فودعم ببجي. المهم إخواني لن أطيل عليكم في هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله وحفظي، سوف أترككم مع نسخة الألفا لما كان هذا فيديو يعني كان لدي لما كانت بنسخة ألفا حتى تشاهدون يعني تفاصيل اللعبة للأشخاص الذين لم يحملوها ولا يعرفون ما هي لعبة Call of Duty، ففرجة ممتعة وسوف نلتقي في شرح حلقة مقبلة بحول الله. إن أفادك الشرح فلك الفيديو، فلا تبخلوا علي بمشاركة الفيديو طبعا إن أردتم، وأن لا تبخلوا عليه بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد الفيديوهات، وكل روابط التسجيل والتحميل سوف تجدونها في وصف هذا الفيديو. فإلى اللقاء. Predator missile on standby. Target down. Stealth chopper on standby. Contact. Heads up, enemy UAV spotted. I'm down! Sniper down! Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Contact! Mission accomplished. Good work.